لكن نن جوريس أنك سو بيحكرين الباب جوريس أنك سو بيحكرين نن أنا سو أي كريم هنا برني ماشي بس كلا غراء عيا نن محلي رها هدي وصبح نفس ديس ريسك وسو قلي العقد بس كوسو راعي لها أصلا هاي سنة وزارة أرمها دود سفارة سومالي ماشي بطالة دتك صبح لله سفارة ما لله هي وح يكدب عسية أنا ما فاهم بكرة وح هذا الكاس إنك كينا يرى دجالك ماشي وأنا وكسعده هدي دبعته كوسو جارتو ما أنت ماشي الدوم وعي هدي أنا نوحب الأسبوع دينين أو دولة أيسين إذا اللي حسابته منين معلن معانت كدر أو معانت قيامة والذي ويدين ده أنا نبي وحي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والذي ويدين ده أنا سفيرك قنصلك إلا يمدحونه محل هذا أو ده كان أي وضع هستجان هذه قبارف قف دولة أيسوق هذه هرت أما دولة الصومالي أيسوق هذه مجرته ضبط ولبا كنا الوطن كالسودان وحا قطشنا ياي دولة دولة وجوينك وغهر يهدى جاء استمرك عقبالها النقد مركو ماشي هذا وحاكمده وعلى قولي ياي الله صبر كان ورأني نفس الدين على صوع عرري كتابتي دي إبواكتي دي يوحي كلا ماشي إيه لواك صوتك باسبوركي على صوع عرري ميل فوت أو فران أو صبر عن كون قلا محالي مجرته من لو حساب تمين وحان فرصد ولي بقول هلو دادا صباحي فرصد ولي بقول هلو أما وضدها لغبارته أما مدان أما دان فيها كل عضو سي الله سي أي كسو بحث كران ويسو بحثنوين لكن ما تربدنا دعوة ده شرفت له شبال تي في آدي يانو سلام يا علي آدنا سيدو كالك انت سكديب حالة ده ودن السودان وحا أي أمو قطاع متك سي دريسة وحا أي أغشي ما ننتهي دي كوي تبنات أو دقالك أو سي سعانا يا دقالك أنا هد سعودنا معنا وحنا نقوم دنتا لبا أرنمت كود أما إن قواحدا هدى حكم كهاية أو هقاميو عبد الفتاح برهان هدي وقوانك وقاتي أي تهي إن قواحدا دعم السرع ترتراء وسهو قبل قبيو حكم كأساك توصل وريقاي ودن كأساك عندي شيء بخاريسها دين عكالي هدي قواحدا دعم السرع أو أيقان الدونة إن أي برهان يكوحدس أي توران أو فعلًا تاسنا أين دعوه وحد عيسى إن محل هذا نقال هذا حميد تي أصلاً حكم كأنه لوري لبعض حدي لوايو وحيلم النقطة ده أنت سيدا حالها ودمها عربته يقول عيوكله يو دم أفريقيا أو معمول عن يو حالة دجال يو لبعضه يأبار نلحمه تاسي اللغة لجلي دهنا سيدا هذا حالة متكود النقطة ده السودان وحنا سيد درأه السودان إنك استوطن أو محل هذا أقوي هنا كبرين ويهاي حدنا دبعت نجفت أو حتى وحال سكوا ذيك سنة يا مدافع علوس دوركيس دبقي قرحنا أو ماش كذي سنة ها وح كبر لوضي بربرا كبر لوضي كو بقاله هذي أمرك هرب إسكه سي وح أمرك لو كبر لوضي بربر كله صرف كرعه هذا بقولك الدولار العقد لو صرفه هدي أركته ويا بيسا ومعنا ويسيبه هذا وسيبه بنجيدي وضنك ويهرمن معيشة دي أركة آدي شدار الآن كجرتو وحاك جرتو إنترنت كي تلفون كي مالها نقط كوا وكم قنيهين مرمرة على سودينا مرمرة شقينا يان ملقار وحالي حالة هذا كورنتيا إبرك ماش ودر نمرك دجال وكسعود السودان وعاصمة خرطوم خرطوم إن ونقضوا ماش ودر ندجال وكسعود وحاسبوا أنتي عبد الفتاح برهان وكمش قول سنة دي ريسك السياسة ده نين كان لي راد محمد حمدان دقلو ولا راد حميدتي وحو أستغانو كومش قول سانا لنا عن دي ريسك عيدمديس عيدم كبادان بقول كنو أسكريو هادا هايستا دباتتانا وحاكا ينتي مركي اللي يري لبعيدان هلو دان جوغو معنا معقول موان ان لبعيدان اي ودان جوغان هلو دانا والوسكو دارا عيدم دا وحادو دارا كوا حوغة دالكا سودان وابودي مركا نين كان لي راد حميدتي واديري تاسا waxay keentay marka in maxallada dagaalka uu bilaabo oo ma u galay maantii 19aad waxa ma santahay ninkan hadda xamiitiga ee dacm sare ee hoggaamiya waxa la leeyahay waxa soo dhisay gacan uu ka helay oo beesha keenay Cumar al-Bashir isagu beesha ka saaray ninkan haddana wuxuu isku dayay inuu beesha ka saaro ninkaas maxalliga u geeyay taariikhdiisa ninkaas marka hore taariikhdiisa dadku ugu laabano ninka waa xoolo dhaqad asalkiisa hore wuxuu ka ganacsan jiray geela iyo lo'da deegaan ahaan wuxuu ka soo jeedaa Darfur markii meesha uu joogay asaga markii in oo jabhad sameystay iyo waxa uu ku bilaabay mar waxa dhacday xoolahoodi in la dhacay
مركز راح حوله لوجستي كده بحوله سب حالان مع جناس وحوجين جدًا وده مدرس كلاس ليبيا تشاد وملاس جناس وحوجين جدًا مركز راح لوجستي عينه سمستي أو حوله وكوب بتبتس مركز تاس أيد على كده وحال أركي محل هذا إن ويهينين في الفرعون وسعنكر كده وح دن أركي جب هذا بقى مركز السودان كسب حين مهويني هرا السودان البشير وحدهم أركين كاس إنه وأريك سدو جب هذا عند الفور كسر بحلها إلى ده هي جنجويتك إنه نكان كأمسيو نكي ولا شيء ومال جليه أصلا مش كأبو رمركا نكي مركا نكاس أقوان أهان حتى دكسر مرة مثلا نقول جيس رتبة أهان أما درجة أهان عيدا كانوا حد هايستا مش أوسريس أنا عيدا بدأ زراكيش أوسريس عيدا السودان حتى إلا يهدى قاركود وما أقوصنا نين كان درجة العيدة كهيس حتى وما أقوصنا صوبت سودان أما قد أهان العالم كا درجة العيدة كسي عيار المحلة لغو مقاطو نين كان مركز جنرالة قارو حيب ليه نين كان باشا والسكسي درجة كان وحاو محل جادة سيي البشير أسوء وقفة إذا يستيد دقال الذي نين كان ومحل جادة قولدان جف هذا دارفور كسو سعودي ومضح كغي استاغي وباب إيي تاسو كغفة إذا يستيد أساقن أو دنبيتي مركز وحسمي مركي إن كان مركا حميتي وحفهمي ما دام السياسة وقصاد بيري لغال أوكي استمركي هرنا حوالها أو جناح سماش أوكي لاي لغال كرم أوكي لاي البشير وحاكرا قعنت أوجرت بورها ذهب كلاي السودان قعنت أوجرت جناح سيهان تيو كسي فإذا استوى حماشا كي لما لغال حوغن مركي اسكوفيري اسكوميزامي لغالي هيسا يو محال هذا أود أولي هاي دمع قال أو أح إنه مذحبين نخلو مركي كعوان كلا سميجي حالا جرب قال بشير وكبحي تيم كلا نقدين وحي هجان أو نقدين مركي تيم كي ردي قال بشير البشير ساسو كبحي حد مركي مركي أس الله دورته هجان ك ودن السودان الله دورت نحن هذا برهان نين كان شقق له هاي استمر برهان أنتو سياسةكم مش قرصنا نين كان أصلاً فوق قال يدبو حبين عيدا واتعمد اللي سوي دينا يا برهان أو عيدا كي قرن كامل تيجي قعدت وجرو الربائن ومركا كرسي وكفر استمر حوالين النقطة أنت محقوف في السنة إن حم نين كان ليرا هذا حميتي وبقول كن عيدا كرو دافع يدستو ديجان ماذا عاصم مدن ميلا فربضنا استراتيجية مهمة وكدقو برهان محقوف في السنة برهان وحالي سليه كلا سياسة أهان ومشقولي سويدان رفت أقوي هاني وبدينهين وحكومة مشقولي برك وحوي يسيري سياسة دان بل بس انتو سياسة كو مشقول سنة ما أوجين هو سيس وحكا سعود هل مرسو برارو مرك برارو قاسا وحوكي يعني انو دغالك ما شكا غرحو لكن هدي مرهر وكو برارو كسنة لها أو أود أكلم لها عيدا ماذا أو محل هذا تلسيك لو سمع لها مالك لو كان دري دري لها ومش قول الله عن كان واحد كل عيب برهان ما كل عليهن حدا وحاصل دبعت ذا السودان هاد محل هذا كتاجن نكان ليه حميتي أو أصدق الربا هو جان كأقص الرأي ودن كإنه نغوا ماش أصعد ماش أصعد وهو جان كأقص الرأي ودن كإنه نغوا وحد مرك مرك عن سرين تدقال كليه هذا أهم مركز عنك بلا من وقت عاصمة ده دجالك ما يشهد وروحه قبضنا أو كسر على عاصمة ده خرطوم درن خرطوم ها خرطوم مركز نين كان محل هذا حميتي واجي البشير لما وقال إنه مجال هذا جوه الله سو قال أسير يعني كذا هذا مجرد مدرك دك وها وبنان كوها وكه مركز دم لكن والله وقال إنه مجال هذا سو قال أما هذا مركز كعذون كسودان أي لور رجين ست توس خرطوم وسو قال لي جيك بوينتيو مجال هذا وفقس ما يستحرمه يجيك بوينتيو كسم يست taasa hadda u sahay shay magaalada dhexdeed inuu ka dagaalamo hadda maran isku haysto waxa kamid ah meelaha dagaalada ugu xoogan ay ka socdaan madaxtooyada qayb kamid ah waxa kamid ah waxa kala kamid ah xarunta laga hoggaamiyo ciidanka ee wasaaradda gaashaandhiga airport qayb kamid ah waxa intaas keenay asaga wuxuu ka sameystay intii burhan uu ku mashquulsanaa dib u habeyn siyaasadda wuxuu ka sameystay xarumo iyo checkpointyo taasa hadda u saaraysa marka in caasimada waxa la dagaal markasta oo xoogan uu ka dhaca midaas haddii ka dhawaajisay aan su'aal kaasi weydiiyo dhawaan waxa u geli doonaa xaaladda Soomaalida iyo ardada iyo deegaanadaas dagaalkan gacmasha sheegaa jira la leeyahay ma dacmo sariic military ku kooban yahay mise kaab kaab kale la helaya دعم سريع قلادة الإرادة إيه قلادة ملترية وحا هاد أكل صفان وحال إذا هذا الدولة ذاك لا تغيره لكن وحا هاد أغياب كبدن وعالم كعربت هاد مشقورنا هي وحا كمدة وحا لقولي إسرائيل وحا كل هذا باشان فرقلين تقوح وقن أيضا له وحا بسوية تاقين تهي أنا قاعدين أدح لها دينام
وحاكلوا جرى حتى مرة وحاها الله إنك تصير دونك محل هذا السودان هاي سنجري الله يرضى صالح قوش إن ترى إن وصل جد السودان إنك هاي سنجري وحيري وحان إن دعهم وحصاب وإه شرر خاص خاص جري شرر كاس خاص وحلو ضبع سنة السودان وحأكسونا كوح إسلاميين كجوا كوحاس إسلاميين تحكم كنا محل الله لغة كل جيران أصلا إن لا أحرب ترى كوحاس إسلاميين ت أو كوحك له أن دين وحياه كلا شقل عن كل هنا للرماش على صوصار السودان هذا وح أصي هرس المركب هذه باشا يسي صعته وح أرك دون السودان أو دجال كده أوريج دون دجال مبدأ صوبت هذا كوحي إسلاميين تأوري وح إسلاميين وح هذا دجال ما يوالله وضع عيدا لب ملهن ووضعه على وضعه اللي دونه ويهشين دونان لكن مركي دعمها شيء أي توس فرقين أصوص سمايان وح أيجنا فرقين توس أصوص سمايان دونه كوحا إسلاميين تأ وأيضاً معنى هذا عراقتي كنعد أو دعاك وحا إسلاميته وحكدرنا كده عدوان السودان وإيه وما سنتهي لنا عمر كان في رنوم عيشادة مقالة عاصمادة خرطوم يوم إلها كلاي هذا دقالك وكسي في ذا يوم حلق أقيا السودان نفتا أنا ما بدوها كسون أولا فملكي أنت بدأنا ماشي وحال لذا جامعة ده هذا أخبر شاد ماشي أبدا إلا يحدى ماشي جوغان تسكك حيرنا كجران مع عيشادة وحين نقطي هرتا مت أد ياد قالوا تصالة هان هدية هاي ستة لعك مركو هر ما بهلي سد مال أرشينك سجلت كو رشينك يريس كا كوي عليه هدية هاي ستة دبكي غاز كي ملا وحاجة لا تاسي ده هدية لعل أو رقال الآن أي كوي وحاجة هلا نقص مالي ده لعل أنا أقول عليه إهل كأجي أدي على صه هذا شو أعرف تنا ترى هذا وروحون إيشو ديبه حوالد أي خصوص مرسيان ملا مع الشدة مركا أدي أدي وعلى كتا حالد وح كوجر تا السودان قهر أهم صومالي ذا السودان كنا وح كوجران حالد أدي أدي هالسوا ويا أرضي فربنا معلن باش وحكوب برتاي هذا لفتر كذا وحكوب برتا تردد أن أدي أبلان تاعه وده ماذا صومالي أرض هذا صوماليات دقيقة واحد برشة هذا هو وين إسي السودان قريب كأحد أرض هذا حالة ده ذم حالة أوجيان أرض السودان وحكون أول كلي أرضكم أول لكن أنت أبلا أرضه وحكون أول أرضي وحكون أكون أول دت كلا كهلا ينولش ماشة ماشة نول كسم أستي وحكون ماشة كون أول دت محل هذا جناسية ماش بايس أوكي وحأولي تمر كلب أبلا هايستو أردده أردده وحنقصون هاي بدن كود وحي لكتان جامعة جامعة هاي لكتان وحي ليرة وحي ليرة داخلية داخلية وحي ليرة أردقة جامعة لحي ذو كنول وراشي يجيب كيس يحد ماشي لقى لحسير أردقة اسمار وحي ماشي كما فيلنا وحي رو قلنا ايه اما حالي لها والدين تود وحالي ايه اما حمد صومالي هكد يبان اما دبداس كلاك سوء ديبان وحو الله در سي اي نرشو دوكال إساقسي ما ريان أرضي هذا بعثها هاي استوى حتى هاي جامعة هذه أي لجان أي هرتوا برشلونة وتيرا لها واستكتي وحاك له أصي دار نفس الدور هاليسة كجرتة نفس الدور هاليسة كجرتة هاليسة كجرتة ترى وح قيب كه مش أقوله هذا أنا كاتب المعنى جامعة دن عنك سومالي أت أي قانون إلى أفريقيا جامعة أفريقيا وحاد يقتل سومالي بدن يقتل أجانب بدن يقتل لك أنا وحنك هل لنا ذات كان سومالي قيب كم إذا جامعة حبضة كصدر رصاصة كصدر وحال سمييي أرضي قار دادك بطا أولي تو بحال لو حاكمي دا قبلها قبله دادك وحال محال دا قول لكي مالي اي دقنا لغسو قوري وحال كان وحال سو كان مال هول سي اي ماش اوصيون والا دان انت حال لغة هلا لكن أرضي داخلي دا سكونول نورشو دي يراشي كوري وحي عنا وحالا وحا مسولي دو اي سارن تهي مامول كجامعة الجامعة دو حال لاذا مامول ادي ادوان اكسنا لاذا ماشا لغايا أرضي كلا وحاجة تمرك جامعة لها دكتور لكن دقن قريو بنانك كويال جامعة لها دكتور قريو وحي كرو دقن هين بنانك كويالو أرضي ذي بنانك كان وحي كحجرين هين قريو هو ده كل كأ دقن تها قريو كأ دقن تها بنانك ما أقصه به كرت وحاربتا غشينا ربتا سوق محل ده ده إن أكسو أديك كود أهلي سمرا وحاربتا إن إزجارسين تو كلا إنترنت ربتا تلفون ربتا إن أنا وقف في عنا قلنا السودان ته هذا حاليا بقى تلفون كار أدي العق إيه ذهب أما إيه بي سي على وصل طور وحكى لين كرتاك وهذا أم إنترنت لكن السودان تسمعنا السودان تدي كار كوكا جو دكان أدي سا رصيد سوق جدا سا بريبت كار سوق جدا وخشونة هذا مركز أدي أوكا جو ميل أو دونت مبلغ مرصيد كو كورنتو ده نسيده كله حليه هين
وإلكترونيك وأصلاً بريبل وكلام وشوفنا إسا هدي كورنتر إيكاغو أدنى ميل دكان أو حكى سو جدنا إسا كورنتر أو قصة شو بتنا مالها ميل مركا حالة داس كجرتو براشين الآن بي الآن كورنتر كورنتر إيكاغو بيان بيان كورنتر السعودان وأصلاً بحاجة خرطوم أنا قلنا هي كلال كذا كلال كذا ودقري كذا أفرتن أفرتي الله ما هذا أمره حالة دم ولا لا سومالي ده ماشي كل قن قار أهان أرديرة هرك أي جاري سو قف كست أو سومالي أو ماش هذه أو ماش أنا جوجين لكن وضع يعني لص عضو بدريم كده وياه حقي الله بحص هذا أستاذ وحن أقولنا يصير هذا الشكتي ودقالك كمال ما أو كوي لباتن كوي طبعا وسي جلايا قف كربائن أو بحص هذا فرصة هلو كيف إذا استو ساعده وحن أقولنا هاي لسمية حبة جوجين مر أفر ساعة للسمية مرنا ساعة ذاك للسمية قفك فرصة داهلو انتو بحصنا فرصة تنحب الجوجين الله الله إيه بانتا أنا وحب الجوجين أو رسمي أو خلق أن قال ماشي مجرته ماذا في ديار ده إنه استيقان معقول أو قنطالها كبرا عن أي جوجين لك حبديها عادي واسع ده مركا أرضي ده أما سومالي ده كنو الخرطوم وحي دقيني حافظها سلمة أزهري سوق محلي ملاس حافظ الرياض ملاس ودنو ملاس ودنو دقالات إيك سعودة أيجوا ماشي الدقيقة حبت ما قد عيسو لكن ما لقوله ما في عدا بيحدا عيرو ما مغلان هذا أبا هذا مرك أنا صباح أنا السوق أذان أما ماشي باستجدي اللي محل الله باورت قبل هذا درس كأن لو هذا أي أذان الباب جوري مرق صباح كلام أبغى كم بقى يعني أما ويفت أنا كل عضو أما ذا في عز هوا وين أقصد عضو لبعطسي وأنا أبغى بقى يعني مرك ماشي وحد الله عرارة ضدك أصعد أنا وحاء مرك أتخرطوم كصباح هذا وحالي سامحالي هذا أرد قف كده جن حافظها كله دبعته وحقوس جن حافظ دان إلا يحافظ كله سوق سوق جهاد أنا يقول ولا عليه قد جن السودان وحد جي يحافظ لي هذا أزاري سوق كله وح وكيه على سوق أوله وكيه على حافظ دان لي هذا سلام سلام أو كله هدي أي رم إني سوق جهاد أرد جديد ملها ملها أوكي ما دام وصل جديد لهين وحقوس قصبنا على إني سولو جيان قفت يا رب انت حالا انه صوب حمروين الى بكاره وكله وحدي اعتراض انت صار له غيره حبدا نعيس ودريم كرتا دغال نو سعدا اوكي ان مركي هدانا واحد ربطا ان اتقحدو وماشي ودن خرطوم اكو سو تكت مركي عربت عاصمه ولايه داس وها اولو ولايه هدا نود اي كجرتو محل هذا ولايه ليرا جزيره ماشي ان اتكتو ولايه الجزيره مركا بس على الراعة بس كتجد كوحا مينا بري ما الله أنا دواي أو تجد أجرته كده بس كأراعة ما الله أقوله هاد ضدك هذا يعني ماشى سواء ما كي ولا إذا جزيرة مكلا سيادة وحكيس أبو حيان سما هذا وحكيس هذا يعني ما كلو لا يراد قدارف قدارف هو حي أقصي سو جد بها يعني مرك إتوبي حدكي حدكي حد ماشى سواء مرك ماشى هاد الله صار صعود وأرضي ذا سما هذا لما أنت تناي وصق حي أستاذ إلا هذا بالأوجي هاي قف سما لي أو شيل كاس قرحية ذا ما في إذا حكوا يلوه يا أرضي هرت أنت جوكت ماشي جوكت إن بدن واقع واقع الغرق عتان إنك استو إزجارسين تدبات أي تهاي لكن سئون سئ الله سيد أي ورك سوق الهلي كران واقع الغرق عتان إلا ما أنت هاد أهلين إن دت سوام عليها ورصاص حبب أما ذا فعل أصلع يس كوسو دعاء مجد أنت حكتها أنا لكن وعاجرته دت خرطوم كبا أصعد على جزيرة محل هذا قدارف مراس أصعد وضوء الله قال والله بارت وجرا هلا دعي وهي هاي وأنا سنت هاي معلم مركز أنت هيك جزء من واحد جرت الصومالي أردد هلك أكون أول أردك لي أما هنا قويسيس كده أتشيك تاي أما جن عسيها أكو هايستان أما نلاش السودان بهك هكيه لنا جوج أنا وعند كم سولة سفارة ده هلك جوج تا قنصليد سفارة الصومالية السودان قارهان خرطوم ما مش قيسا أو متى هاي سفارات كورق بتدد كده حالة الله قيب ستة هدي جرمت كهاد السيدة أشيكتي أو بحثي قال اللي يري هذانا قعن سيسا سفارة السيدة وش قيسا خرتو علي ورطة سفارة الصومالي السودان وحن إسليك هنا وأذي وقابيا مركان لما تدى ماشي جرتو وحاكلو أذي وقابيا أنا دهنا وحن والسبب كرنا دتك ماشي جو فيري وأرضي هذي جن عصدة أتهاي وحمعقول إن العقم يقول تالو هانتي كلاسي قلنا أسكو مارين كرتو لكن نكن أرض ضيقة إيه أما جبرا أرض ضيقة إيه بجت أما العق إيه كحساب تمايا أو معنا أو مال ويا البجت دجال كان ما بقهن دجال لسي فيلا ساعة صفر معنا وحلق وقب حلا جنبلك ويرى وقت يقول بلامنا الله هين مجرين سانسان ويجرتي ولادي قلنا إيش كعسين لكن دجال كان ما نهيل هبل بلامنا ملش لهين ودقالك وحوكب الله وذي السكامة
دقالك مركو بلوغي سفارة دا صوماليا سودان وحي سميسي وحي ليرا واتساب جروب وحنا قوايابنا واتساب جروب مركي سميسي وحي سلهان بل محيكو قلندونا جروب كي مركي اي سميان وحي راهدين وحي سوو بعد جروبين ارديدي واي مدة كدب وحارب قايب حريرك انترنت كي هاقوي iyo maxalli la waxa kala go'ay bi telefoonki marka internetka iyo telefoonku wuxuu noqday waqtina uu soo laabana oo uu shaqeynaa waqtina hawadu ka maqan yahay internetka iyo telefoonka laftirkiisana hadii lacagti kugu jirta inta dagaalka uusan dhicin uu ka go'o maca salaam xiriirkaaga meesha kuwa telefoonka ku shaqeynaa oo lagu soo wici karo laakiin adiga xataa qofna uma baaqi karto ilaa lacag hadda haysta xataa meel aad kaarka soo gaadato ma مال محل إذا أقف وباخ كرت محل تلفون كمان وأدي كرتني أو إصابة ما كوك إصابة عن كذي بهذا أو شيء كرت منا سفارة تاسي سمين أفر ما موت كذي تاس مركي سمين لكن أكو كان نحكي له هذا وتر لو ما تشن المية ودم دجال كسر عض الدقين تها كسر عطة هديلا لها واتساب جروب ترى هذا العضو كلقت كإنه جو إكر الهيلي كرين أنت لقى ما تحدرين ما أملاينا يا سفارة ده هذا حل جي محل ثورة إيه دعسي كعظم كمشي كده عيسى والد جوج سمالي وجوج سفارة بغي جوجتي حل جاس إلهي وحده سمالي مش جوجت وكبد بادي دجال هو جنو حد صعد وكان مدعين أو بشيء مركب بحكم وأسكدي بحالة مع الوقت جي وأسكدكتي لكن هدر حال معقولة سفارة ده حل جاس حال جرب يعني محل ده تصالك قاعدته بالحالة ده أنا هدر عليه هدي العل بركة مال الحالة ده متكحن أنا على محل أنا وقرش wax qorsho u degan walaan safiirka Soomaaliya Suudaan u fadhiyeen xilliga dagaalka uu dhacay maba joogeen wadanka waxa joogay shaqaalaha safaaradda ka tirsanaa joogeen shaqaalihii ayaga sameeyay maxaa la yiraahdaa groupkan si alaqaad iyo xalo sameeyo tan marka ugu daran oo hadda dhacda waxay tahay safaaraddii tabaan waxay u soo gudbinayaan maxaa la yiraahdaa wasaaradda arrimaha dibadda waxay dhibaato u jirto وسارة أرمها الدبت ده يو محل هذا سفارة دي إسكاشي سميين ويد دالين لكن وحنا نقدرن بين أورنا نقدرن بين أورك وحكم دها أرضي وحي رهدين أرضي دي أوري سان سوق هذا وحن جيني ميل لي هذا قضارف دتك صوب حي خرطوم كصوب حي هذا قضارف قف دولة أي سوق هذا هرت دو أما دولة الصومالي أي سوق هذا مجرته دت ولي بقى كونوا الوطن كالسودان وحا أتشنا يي دولة دولة أكسون تهي ودن غالي بهذا أردن سعودية كويت جيبوتي كينيان كأرضية كجوكتي داد كلان نوالي لقاتين أرضية دولة قفكي آن أولي حتى أنو ديارد أدر ودن كاسو إسكاشي لسمينا يي ودن كإساحي بديهين سومالي أنا وحا أكسون نها ودون بدون ما يشجوك إن إساحي بيهين إن إسكاشي لسمينا إهد ما لا عسك هابسا كي من دولة مركا وزارة ريمه الدبدة دادك إشيكتين أرضية qadarif geesis qartum ka daabushay ayda ma geeyinay shakhsiyan dad qof kasta ehelkiisi asaa isxamaale ayaga isdibare dadkaas ayaga isdibare maanta marka waxa dhacday marka cabasho badan aan gudbina anaga waxa dhacday maanta wasaaradda arrimaha dibadda mar kale shiray maanta qabteen waxa isugu yimid muqdisho xarunta wasaaradda ayaga simiyash wasaaradda arrimaha dibadda ay isugu yimid waxyaabaha ay ka hadleen waxa kamid ah si xaal ilaahada soomaalida khartum joogto loo soo badbaadin lahaa waxyaabaha marka aniga aan la yaabannahay waxaa ka mid ah nambara jiro oo la qoray oo la yiri qof alaala qofkii suudaan ku xayiran nambarada soo wac wax aqliga aan gelinin oo qofka weyn macnaha hadii waxaan loo sheego oo fahmay waxaan in wax iska ciyaar ciyaar ama la yaacni ay tahay waxaa ka mid ah nambar waxaa la soo qoray nambaro Soomaaliya waxaa ku xisaabtanta qofkan meesha jooga waa arday markiisii hore asoon dhaqaalahaysanin haddana waxaa jirta meesha koronto la'aan waxaa jirto internet la'aan telefoon la'aan qofkaas meesha jooga hadii internet uu ka go'ay xiriir call international ah suu ku soo sameeyna number Soomaaliya jooga waxaa la oo yaal suuq soo waca okay tan kale nin Soomaaliya jooga hadii nin Suudaan jooga uu soo waca muxuu u qaban karaa nambaradii oo safaaradda ama hal number oo kamid ah number nambarada Suudaan laga isticmaalo oo ay soo qoreen xataa ma jirto waxay yiraahdeen nambarada hal soo waca waxa kale maad waxyaabaha aan la yaabna kamid ah kusimaha maxaa la yiraahdaa xogaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda mar uu hadlayay wuxuu yiri soomaalida ha is abaawisho xaaladu way xumaatay ha ka shaqeeyaan say meesha uga soo bixi lahaayeen hadalkaasi waa ku saxsan yahay soomaalida hadda abaawil ku jiraan fursad waliba oo la helo dadaa soo baxaya fursad waliba oo la helo
أما وضدها لغو بارتو أما مدان أما دافع حكو دعوضو سي الله سي أيكو صوب أحسن كران ويصوب أحسنوا يين لكن ما ترابدنا إسلا أيجي وزارة أرمها دبادة دات كميد أغاسميال أيجان إسلا معانت هلاي قوبتاس أغاسميال كسمها أوك هلاي أوك ننع هلاي أيجان وحيل هايين أرضينا سوماليا تهاء هذا سفارد وحالا يابانا حكتي أنغا هاينو سفارد قوفكي أقدم بي أكسوب بحي أوجوغي oo waliba si toos aan ugu diiban gashay wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda aan ugu diiban gashay October aan u joogo waqtigi ugu dambeeyay oo safaarad uu ka soo baxay anaga ognahay anaga dadkeen ehelkeen ay ku nool yihiin wadanka Suudaan ayagoo safaaradii ahaa waxay leeyihiin dadkii Soomaaliye safaaradda aadan marka waa safaarad xiran ba waa xiranta safaaradda waa albaabada isku dhufsan macaan ee waxa kale oo taan mucjisada kale oo jirta ay tahay guriga albaabki ma laga soo bixi karaa safaarad goorban aadan aniga horta albaab guriga ma laga soo bixi karaa waxa ii joogo waxa la ciidanaa joogo waxa laga baqaa dadkii in la dhaco in la baarto in la dilo dhibaato ka baqaya goormey marka awood ay u leeyihiin dadkaas inay meesha ka soo baxaan oo ay safaarad soo aadaan iyadoo safaaradiin ay xaran tahay wasaaradda marka arrimaha dibadda mas-uuliyiinteeda waxa sheegay sidoo kale diblomaasiyiin inay u direen safaaradaha marka hore xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya Itoobiya iyo Suudaan aan dhahay in ay diblomaasiyiin u diraan wax fiican wax loo baahan yahay waaye si dadka ka soo baxsada Suudaan oo markii ay damcaan inay Itoobiya soo galaan degdeg wax loogu qabto qolada koonfurta Suudaan sidoo kale ayagana way dadaalayaan laakiin dhinaca Itoobiya waxaan fiican inay diblomaasiyiin u diraan sidoo kale waxaan leedahay Suudaan naftirkeeda waxaan fiican in diblomaasiyiin loo diro waxaa hadda ay magacaabeen hal qof diblomaasiyiin badanaa dirnay dhahayeen laakiin ilaa iyo hadda waxaa noocad afkooda uu soo qabsaday hal nin oo la yiraahdo Axmed Suudaani oo safaaradda ka tirsan ee qunsulki ah in asaga ay direen asagana waqtigan hadda aan shabeel TV ka hadlayno wuxuu joogaa xuduudka dhinacan wuxuu joogaa Itoobiya waxaa la yiraahdaa qalabaad meesha ay lahaayeen uu joogaa waxaa la diray marka Axmed Suudaani asagoo waxba aan haysan la diray keligiis la diray isla markii caqabadaha jiro waxaa ka mid ah wuxuu wataa waraaqada cadu wata oo manual ah oo qofka uu ku diiwaan gelinayo waxaa loogu talagalay ninkaas xataa loogu talagalay inuu aanay hawl kale inuu fuudayo waxaa loogu talagalay dad waxaa jira oo passport ay ka dhaceen dad waxaa jira iqaamo aan haysan oo meesha jooga dadkaas waxaa loogu talagalay inuu u sameeyo dokumenti degdeg ah oo ay meesha maxaa la markii Itoobiya ay soo galaan loogu sii fuudayo si ay wadad ugu sii maraan warqada uu haysto xujooyinka ugu horeeya hadda isla markii caqabadaha naqda markuu meesha aaday waxaa ka mid ah waxaa lagu leeyahay laba sabar keen war aniga nafsadeeda la soo cararay kitaabteedii iyo buugaagteedii iyo wixii kale meesha iyo waa ka soo tagay baasaboorkiiga la soo cararay meel foto oo furan oo sabar aan ku gala maxaa la yiraahdaa ma jirto mana lagu xisaabtameen waxaan dhaqaale sawir lama joogin sawir jab iska soo qaadan lahaayeen safi ma ninka qosulki markii axmed uu wuxuu baash aaday hal mashiin oo yariis ee ostamarkii sabarka lagu daabici karo xataa inuu asoon wadaan waxa meesha ka cadaanayso hooshi inay noqonayso markii wali in madax la isku jiro baash waa si adkaanaysa wali wax maxaa la yiraahdaa dhibaato meesha ka jirto dowlad Soomaali markii waxa looga baahayaan waxa fiican markii hore gudiyada ay sameenayaan inay ku daraan gudiyada inay ku daraan ardayda Soomaali maxaa la Soomaalida ah ee Suudaan joogta kuwa meesha jooga iyo kuwa kasoo baxaan meesha kasoo baxsaday hadda Itoobiya jooga kuwaas waxa fiican inay la kaashadaan maxay fududeyn karaan kuwaas waxay fududeyn karaan waaqiciga ku dhex jiraan waxay ku dhex jiraan ardaydii waxay og yihiin ardayda meelaha ay kala joogaan waxay og yihiin dadka meelaha ay ku kala xayiran yihiin ma dhihi karaan kuwaas maxaa la yiraahdaa foma linki inay soo diraan linki soo buuxiyo ma dhihi karaan waxay sameyn karaan xiriir oo maxaa la yiraahdaa nooc walba oo noqdo ama waxay sheegi karaan xarunta saxda ee qofkaas xayiran uu joogay sheegi karaan si wax loogu qabto okay sidee wax loogu qabanaa marka dadkii waxaan sheegnay in dhaqaale xumo ay meesha ka jirto lacag la'aan meesha ka jirto baska hadda markii aan kasoo baxayso Khartoum oo aan soo aadayso maxaa la yiraahdaa jasiira ilaa iyo maxaa la yiraahdaa gobolkan qadaarif la yiraahdo halkii qof baska wuxuu kusoo raacaa $200 cunugan ardayga ahna waxaa loo soo diri jiray bishii dhan maadaama daakhaliye u dhigto $100 loo soo diray konton kaasna asaga maxaa laha maalinta jimcaha camal inuu maqaayad kasoo qaadayo xaajaad kaloo khaas uu ku xalisto waxaas uu ku samaysan jiray lacag uu meel dhigto maba u haarinba dadka meesha jooga marka dowladda Soomaaliya inta kale hadleyna waxa u sheegeynaa nuqtooyinka ka maqan waxa ay u baahan yihiin Soomaalida joogta Suudaan ama ha ahaadan arday ama dad shacab oo meesha ku nool ha ahaadan waxay u baahan yihiin basas inay dowladda u dirto dadkii ay isku keento basaskaas ay soo saarto ay ka soo wada meesha kadibna ay geyso jasiira ilaa iyo qadaarif dowladda laga rabo inay keento ninkan wax ma haysto haddii meesha ardaydaas
لعقل أنت هيسته هدي حتى صومالي ذكر يروح يدري رهين ماشي حوالا ضبلها يروح للدرة شركتي حوالا ذا جن عصيدك شق يجرتي قاركود وحي آذين وحال هذا كونفورت السودان قاركود حي سو آذين قدار في سو آذين قاركود إثيوبيا صقلن هدي وحلا يدري لها مال وحلا يدري ملان أود كلي هذا ماشي جرتو وأود دولة ذي دولة صومالية أود وحي والله إذا هاي iskaash inay la sameeyso dawladda haas kala meesha jooga xirir ay la sameeyso dawladda suudaan dadka jooga meelaha ugu daran saacadaha oo xaba joojinta wax yar xaaladda ay degto ama xaal laga rabaa markiiba inay caarafto dadkii ay soo dafto basas ay u diyaariso meel ay soo keento basaska ay ku soo gurto kadibna in la keeno gobolkan la yiraahdo qadaarif markii meesha la keeno kadib xaalad kale waa hadana meesha macna xaalad kale ay ku sii sameyn karaan أو قرش كله أسي دجين كران إن صورا لإثيوبيا أي كران إلى قرش هدي أي جرت دولد إن ود جنتها ما كان سي سمين كران لكن نن غوريس أنك سو بيحكرن الباب غوريس أنك سو بيحكرن نن أنا سو أي كرين مينا بري ماشي بس كلا غرا عيا نن محلي ده هدي وصبح نفس دي ريسك وسو جلي لعكت بس كوسو راعي لها أصلا هاي سنة وزارة أرمها دولد سفارة سومالي ماشي بطالة دتك صبح لله سفارة ما لله waxa ay ka dabacsan yahay aniga ma fahmi karo waxa hadalkaas naga keenayna ehelkeena meesha ku nool Soomaalideena meesha ku nool dadka meesha ku nool waa walaalaheena waa wiilasheena waa dad anaga nala dhashay waa gabdheena waxaan u damqanayna oo aan dawladda ugu celcelineyna aan ugu iftiiminayna talaabooyinka laga rabo inay qaadaan waxaan inay sameeyaan laga rabaa hadii aysan sameeynin walaalayaalo mas'uuliyadda dawladda Soomaaliya maanta idinka haysiin qof kasto oo Soomaali ah oo ku nool magaalada Khartoum gaar ahaan meesha dabka oo hadda ka kacaayo oo dagaalka meesha ugu adag uu ka socdo hadii dhibaato ay ku soo gaarto maanta meeshan adduun waaye hadii aanan waxba la isku weydiinayn oo dawladda aysan idin la xisaabtamaynin maalin maanta ka daran oo maalinta qiyaama ah waa la idin weydiin doonaa nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi waa la weydiin doonaa safiirka qunsulka إلا madaxweynaha maxallada oo dadkan ay wada hoos tagaan waa la weydiin doona Soomaalida meeshaas ku nool dhibaatooyinka ku haysta iyo haddii kadib kusoo gaaro waa la weydiin doona wagaas waxa uu ahaa ustaad Bashir Maxamed Cabdi Qadir Al Bashir oo markaa naga faalonay xaaladda guud ee magaalada Khartoum ee Suudaan taas oo maalintii 12aad dagaal culus ay ka socdaan ardada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee shacabka halka ku dhibaateysan waxaan Allah subhanahu wa ta'ala u diinina walaalahan sida Suudaan inuu xaaladda Ilaahay u dajiyo walaalana garab siiyo oo soo garab istaagay Soomaalidana gacan weyn u fidiyo ay ahaayeen Ilaahay badbaadiyo umada muslimiinta halka ku dhaqan barnaamijkii koobnaa ayaan halkaas ku soo koobaya Ustaad Al Bashir ay gala qayb qaatay waxaan u mahadcelinayaa Axmed Qudde iyo Waliba Maxamed Geelle oo barnaamij qaabintiisa qaabka ahaa qayb ka ahaa naga isku duuban assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh